تعزيز آلية الديمقراطية التشاركية باعتبارها واحدة من أبرز مقومات البناء المؤسساتي هو الرهان الذي رفعه الملتقى الوطني الأول للتشاور العمومي، والذي تدارس المشاركون في أشغاله السبل التي تمكن المواطنين والمواطنات والجمعيات المهتمة بالشأن العام من المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة وتقييمها. الدستور أسس لمنطق جديد، وهو ليس فقط منطق ديمقراطية التمثيلية ولكن أيضا ديمقراطية التشاورية التي تجعل المواطن يشارك بشكل مباشر في اتخاذ القرار وفي تتبعه وفي تنفيذه. وسعى هذا الملتقى إلى تبادل التجارب والمبادرات المتعلقة بإحداث الآلية التشاركية للحوار والتشاور لا سيما على المستوى الترابي. رصدنا تجربة في التشاور العمومي خاصة ما يتعلق بتبني واعتماد ما يسمى باللجان التشاورية على مستوى كل المقاطعات ديال المدينة، وفي نفس الوقت تبني خيار ديال ما سميناه الخميس التشاوري اللي هو واحد لقاء شهري مفتوح مع الفاعلين ديال المجتمع المدني. الديمقراطية التشاركية والتي انكبت الفعالية المشاركة في الملتقى على تحليل أبعادها وتصوراتها تؤسس لنمط جديد في تدبير الشأن العام يفسح المجال أمام المواطنين والمجتمع المدني للمساهمة في صناعة القرار.